أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في مساق القانون الجنائي الدولي. معكم دكتور سليمان أبو سلامة. إن شاء الله اليوم راح نتحدث عن المحاور الأساسية التي تتعلق بالقانون الجنائي الدولي، وراح نخوض في أول محاضرة بالتعرف على المفاهيم الأساسية للقانون الجنائي الدولي، ونتعرف على مفهوم الجنائي الدولي والخصائص اللي بتمتع فيها هذا القانون، ونشوف إيش التعريفات التي قيلت في هذا القانون الجنائي الدولي، وكيف توصلنا إلى هذا القانون وتطوره ونشأته، ومن ثم التعريج على المسؤولية الجنائية الدولية، ومن هو المخاطب، هل الدول أم الأفراد؟ من ثم ننتقل إلى الجريمة الدولية، تحديد أنواع الجرائم التي يتم محاكمة المجرمين الدوليين فيها. عندنا 4 جرائم دولية محددة في اللي هو نظام روما الأساسي، 4 جرائم دولية محددة ومعرفة الشروط والعناصر، راح نشوفها بالتفصيل. من ثم ننتقل إلى نظام التسليم، تسليم المجرمين، وننتهي بالقضاء الجنائي الدولي والمتعارف عليها بمحكمة الجنايات الدولية. محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، صحيح لاهاي. طبعا كاتب هذا الكتاب كاتب هو كويت الأصل، اسمه خالد طعمة الشمري. راح ناخذ الحاجات المهمة والأساسية والمفاهيم المفيدة بتفيدنا في هذا القانون، والشغلات اللي ما بتفيدنا راح يعني نخط عنها. بداية نشوف ايش في هذا الكتاب. اول حاجة راح نتناول مفهوم القانون الجنائي الدولي، والمحاضرة القادمة راح ننتقل لمصادر القانون الجنائي الدولي. أول حاجة بدنا نعرفها قبل الحديث عن مفهوم القانون الجنائي الدولي، إنه الإنسان منذ القدم، بعد ما شكل الأسر وانتقل إلى تشكيل العشائر، مجموعة العشائر شكلوا القبائل، ومجموعة القبائل شكلت الدولة. طبعا هذا التكوين الإنسان اللي تحدثنا فيه مسبقا أثناء الحديث عن تاريخ القانون، وشفنا كيف التطور الإنساني صار. كانوا منذ القدم يسعوا، على الرغم من وجود حروب مكثفة وحثيثة ومستمرة، في بحث عن اللي هو المأوى والمشرب والمسكن. دائما الإنسان يبحث عن الأفضل، لهيك كانت في حروب. على الرغم من ذلك كان يسعى الإنسان دائما وأبدا إلى أنه يبتعد عن الحروب إلى قدر الإمكان، ورسخت هذه الفكرة واستقرت لما انتقل الإنسان من الرعي إلى الزراعة، لأنه مع الزراعة وصل إلى نقطة تتعلق بالاستقرار، لأنه علشان يزرع وعلشان يستنى محصول ويحصل على هذا المحصول ومن ثم يقوم ببيع هذا المحصول، بدها فترة ما لا يقل عن 6 شهور. هذا لما نتحدث عن المزروعات السريعة، يعني لو قلنا مثلا عن البندور، الخيار، البطاطا، لو قلنا عن القمح، لو قلنا عن الخضروات كلها. لو بدنا ننتقل عن الحديث عن الأشجار، الشجر لما بده يقعد يزرع ويستنى الثمر بتاعه بده يقعد له أقل شيء 5 سنوات. فهذا الأمر بحتاج إنه الإنسان يستقر، وبطبيعة الحال إذا استقر ما بده مشاكل وما بده حروب، لأنه كل شغله راح يروح على الفاضي. ومن متطلبات الاستقرار اللي هو إيه؟ الابتعاد عن الحروب وعن النزاعات المستمرة. فهذا كله دفعنا إلى إيجاد قوانين أو أعراف سابقة كانت تحكم اللي هو القبائل فيما بينها، بحيث لا تعتدي أي قبيلة على الأخرى. ومع تطور الزمن هذه الأعراف انتقلت وأصبحت قوانين، وهذه القوانين كانت وطنية، بين مين؟ بين قبائل، بين الجماعات المحلية.
ومن ثم انتقلت إلى أصبح قانون دولي. وعلى نفس المنوال، انقيس الأمر في العصر الحديث لما صارت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وشافوا الويلات وشافوا آلاف بل ملايين الضحايا اللي كانوا على مر العصور كانت يعني تظهر للعيان، والألوف المؤلفة والملايين الجرحى اللي أحدثتهم الحرب العالمية الأولى والثانية، دفعت المجتمع الدولي بكامل قوته إلى إخماد هذه الحروب وإلى الاستقرار، ودفعته إلى إيجاد نظام دولي يحكم جميع الدول، وإلى إيجاد حل سلمي لجميع القضايا العالقة بحيث لا يتجهوا إلى الحروب، لأنه نتيجة الحروب جاءت بنتائج وحشية ونتائج صادمة، بحيث كانت أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية كانت مستنقع من الدماء ومستنقع من القتلى ومن الخراب ومن الدمار. يعني مثل يعني لو الآن لو اطلعنا شوي على سوريا وشوي على ليبيا لنشوف كيف كانت النتائج. اللي موجود أمامنا الآن في سوريا هو كان موجود في أوروبا، ولكن الجماعة صحيوا على حالهم وقالوا يا عم هذا الأمر ما بزبط وهذه النتائج إحنا في غنى عنها، لهيك أوجدوا نظام يحكمهم ويحكم العالم ككل. ليه؟ لحتى لا يضطروا إلى الذهاب إلى الحروب، لأنه الحروب نتائجها وويلاتها كبيرة. ومن مستلزمات ذلك أنه أنا أنهيت الحروب يبقى لازم أحاكم الناس اللي كانت ترتكب جرائم شنيعة، كانت ترتكبها أثناء الحرب العالمية الثانية، لأنه الويلات والمصائب اللي حدثت في الحرب العالمية الثانية كانت غير متوقعة نهائيا. يعني كانت تحدث جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، جرائم حرب، جرائم عدوان، كل هذه راح نتعرف عليها واحدة واحدة. فمن هذا المنطلق إيش القانون الجنائي الدولي؟ ليه؟ أول مهمة إجا لإلها القانون الجنائي الدولي اللي هي إيش؟ أهمية القانون الجنائي الدولي إجا علشان يوضع قانون يوقع العقوبة على مين؟ على مرتكبيه ومنتهكيه، اللي هو قواعد القانون الجنائي الدولي، لأنه مرتكبي هذه الجرائم يعني أحدثوا إشكاليات لا يمكن تداركها. زي إيش؟ زي جرائم ضد الإنسانية وتدمير البيئة والجرائم الإبادة الجماعية واللي هو التوجه بإبادة الجنس البشري. ولو والله إنه الجرائم اللي كانت تحدث كانت جرائم فظيعة، فلهيك هناك ظهرت حاجة إلى إيجاد القانون الجنائي الدولي لمحاكمة هؤلاء الأشخاص، بحيث يستقر المجتمع بأنه والله من ارتكب جريمة محاسبته، وإلا سيبقى الحقد وتبقى الضغينة وتبقى ويبقى الانتقام موجود في نفوس جميع من تم الاعتداء على اللي هو دمائهم في أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية. ومن الفظائع بضرب لنا أمثلة عليها اللي هي إبادة الجنس البشري وتدمير البيئة وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين وضرب المواقع اللي هي المدنية وقتل المقاتلين الذين يسلمون سلاحهم واستخدام الأسلحة السامة مثل الأسلحة البيولوجية والكيميائية، وراح نشوف كيف لقدام. لقيت هذا الأمر بطرح سؤال، إيش هذا السؤال؟ بقولنا والله ما هو القانون الجنائي الدولي وما هو تعريفه وما هو مفهومه؟ إيش الفقهاء وضعوا العديد من التعاريف. راح نتناول ثلاث تعاريف من التعريفات التي وضعها الفقهاء. أول تعريف بيقول والله إيش هو قواعد القانون الجنائي الدولي؟ بقولنا والله قواعد القانون الجنائي الدولي اللي هي إيه؟ هي القواعد القانونية الناشئة عن المعاهدات الخاصة بمساعدة الدولية في شأن تطبيق النصوص الجنائية الوطنية،
مثل القواعد الخاصة بتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وخلافه. لقيت اللي بدي أعرفه أنا، يعني هذا مش مطلوب حفظ، هذا مطلوب فهم. اللي بدي أعرفه إنه هذا التعريف تم انتقاده، فيش بدنا نعرف انتقاد إحنا؟ يعني لو جبنا التعريف بدنا نفهم إيش انتقاده. أول حاجة قال لك يا عم الكاتب، والله هذا تعريف ضيق. حلو، هذا تعريف ضيق. ليش؟ لأنه بركز على المجرمين العاديين الذين يرتكبون جرائم موجودة في إيه، في القانون الداخلي. يرتكبون جرائم موجودة في القانون الداخلي. ولا يتناول الجرائم الدولية التي تتمثل في الانتهاكات الجسيمة والاعتداء على الجنس البشري. يعني الانتقاد الموجه لهذا التعريف انه يركز، يعني هاي الخلاصه، انه يركز على ايه، على اتاحه الفرصه لتطبيق القانون الوطني تطبيقا فعلا منتجا، ولا يتناول ايه الجرائم الدوليه. يعني بمعنى اخر انه يتناول الجرائم الوطنيه والوارده في القانون الوطني دون النظر الى الجرائم الدوليه. بيجي التعريف الثاني بيكون قريب من نفس التعريف السابق، هي القواعد القانونية التي قررتها بعض المعاهدات في شأن الجرائم ذات الخطورة التي لا تقتصر على دولة واحدة، وإنما تمتد إلى عدد من الدول بالنظر إلى كون مرتكبها أعضاء في عصابات دولية تباشر نشاطها في أقاليم دول مختلفة. مثل مين؟ مثل جرائم الاتجار في الرقيق وتهريب المخدرات وجرائم تزييف العملة وجرائم الاتجار في النساء. بيجي انتقاد لهذا التعريف، بيقولنا والله انه هذا التعريف بيتناول جرائم طرد في العادة ايه، في القانون الجنائي الدولي. بمعنى انه هذه الجرائم اللي موجودة واللي مذكورة في التعريف، هذه الجرائم هي أساسا جرائم موجودة في القانون الوطني وبتم المعاقب عليها باللي هو قانون العقوبات الوطني. فإنه إني أنا أقول والله إنه هذه الجرائم هي الجرائم التي يتم محاكمتها بموجب القانون الجنائي الدولي، فهذا بينتقص من التعريف ويجعله قاصر وضيق، لأنه الجرائم اللي بيحاكم عليها القانون الجنائي الدولي هي جرائم أكبر، وهي الجرائم الدولية، هي الجرائم الدولية والتي يشترط على قيامها وجود أو توافر اللي هي الشروط لكل جريمة. لما يتحدث عن جريمة اللي هو الحرب فيها شروط، جريمة العدوان لها شروط، جريمة الإبادة الجماعية لها شروط وما إلى ذلك. لقيت بيجي بيقول والله انه هذا، بيجي بيقول الكاتب انه هذا التعريف الاقرب لمين، للصحه. طبعا مش هذا التعريف المطالبين فيه. لقيت بدنا ننتقل النشيه، هذا لقيت ننتقل للتعريف المهم واللي هو بفيدنا في هذا المجال، التعريف المطلوب منا يعني للحفظ. لما اقول ايش هو القانون الجنائي الدولي دغري بدكم تقولوا هو القواعد القانونية المحددة للأفعال التي تعد جرائم دولية والموضحة للجزاءات الجنائية المستحقة على مرتكبيها والمعتمدة في نطاق العلاقات الدولية. ممكن نقتصر على إيش؟ على شغلتين اللي هي هذه. بسلم. لما نقول إيش هو القانون الجنائي الدولي، والقواعد القانونية المحددة للأفعال التي تعد جرائم دولية والموضحة للجزاءات الجنائية المستحقة على مرتكبيها. يعني هو القانون اللي بيحدد الجرائم الدولية وبيحدد عقوبتها. هاي باختصار الكلمتين هذول. بس أنا لما بدي أذكر وأقولكم إيش تعريفه بدكم تكتبوا هذا التعريف. والقواعد القانونية المحددة للأفعال التي تعد جرائم وتوضح الجزاءات الجنائية المستحقة على مرتكبيها. يعني بتحدد الجريمة وإيش عقوبتها.
قلت بقول والله من هذا التعريف بنستخلص انه القانون الجنائي الدولي بيتسم بسمتين، اللي هو السمة الأولى انه الخاصية الجنائية، والثانية اللي هي الخاصية الدولية. ايش المقصود بهاي وايش المقصود بهاي؟ الخاصية الجنائية، أول حاجة ايش؟ الخاصية الجنائية. بقولنا والله في الخاصية الجنائية، بقولنا والله لا يغيب عن ذهن أي باحث أو أي فقيه اللي هو مبدأ المشروعية. اللي هو إيش؟ ثواني، مبدأ المشروعية. طب إيش المقصود بمبدأ المشروعية؟ المقصود بمبدأ المشروعية أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. يعني ما بقدر أنا أحاكم أي شخص إلا أكون محدد الجريمة مسبقا ومحدد عقوبة هذه الجريمة مسبقا، وإلا فإنه لا يستحق ولا يوجب عليه العقوبة. يعني لو قلنا مثال، لو قلنا والله في عندنا جرائم الإلكترونية، في عندنا جريمة، يعني أضرب لكم مثال عشان التقريب للفهم، في عندنا جريمة تهكير الهكر، عارفين الهكر في الأجهزة هذا، يعني لو واحد قام بالاستيلاء على بيانات جهاز وأخذها لإله، في هذه الحالة هل يمكن أن نعتبر التهكير وسرقة أو عفوا أخذ البيانات عملية سرقة، يعني نعتبرها جريمة سرقة ونطبق عليه جريمة السرقة، ولا يجب أن يكون هناك نص خاص بهذه الجريمة؟ فكروا فيها لثانية هيك، فكروا فيها لثانية أو ثانيتين أو ثلاثة أو أربعة، يعني بمعنى آخر نسألكم من مرة السؤال، السؤال كم مرة؟ طيب أقول كل حل، في هذه الحالة لا يمكن القياس، يعني خذ قاعدة عندكم في مسألة التجريم، لا يمكن القياس، وإذا تم القياس في مسألة التجريم، يعني إن أنا أجعل العقوبة مباحة أو فعل مباح أجعله يعني مجرم، لا يجوز القياس في هذا الأمر، وإنما يجب أن يكون هناك نص قانوني واضح وصريح يجعل من هذا الفعل جريمة، وإلا فإنه يصبح غير مشروع، وأي سجل لهذا الشخص يصبح غير مشروع، وبالتالي لا يمكن إن أنا أقيس نص السرقة وأوسيه بعملية التهكير على الأجهزة وأخذ البيانات، لأن السرقة لها مفهوم ولها معايير تتعلق بأخذ مال منقول مملوك للغير بقصد التملك، وهذا الأمر لا ينطبق على جريمة التهكير، لأن التهكير أخذ بيانات غير ملموسة وغير منقولة، يعني غير، يعني لما نحكي غير بيانات منقولة يبقى إشي ملموس، ولكن البيانات غير ملموسة، واضح؟ فلهيك لا يمكن القياس فيها. وهم بقولنا والله الخاصية، نرجع لموضوعنا، إنه الجنائي الدولي له خاصيتين، يعني الخاصية الأولى اللي هي تتعلق ب الخاصية الأولى بتتعلق بخاصية الجنائية والخاصية الدولية. الخاصية الجنائية بنبثق عنها اللي هو حاجة اسمها مبدأ المشروعية، بأنه لا يجوز أن تكون هناك جريمة إلا ولا عقوبة إلا بوجود نص، بحيث أنه لا يمكن أن نعتبر الفعل مجرم إلا بعد تقرير عقوبة أو بعد وجود سند قانوني بيحدد أنه هذا الفعل يشكل عقوبة. وبالتالي فإن أي قاعدة دولية يجب أن تقوم بتحديد الجريمة والنص والجزاء اللي هو المحدد لها. أنا بقول له والله بمعنى أصح أنه يقصد مبدأ المشروعية وجوب النص على الجريمة وعلى عقابها في القانون أكيد، ويتولى مهمة إيضاح السلوكيات التي تعد جرائم وعقوبتها، نفس الأمر بنتحدث فيه. وهم بيشير الكاتب بيقول والله إنه هذا المبدأ ومبدأ المشروعية الذي يعني ينبثق عن خاصية الجنائية، هذا المبدأ المشروعية موجود في الشريعة الإسلامية منذ القدم. كيف؟ وقلنا بيجيبنا الدليل، بقول والله إنه هذه القوانين الوضعية إجت الشريعة الإسلامية قبل
14 قرن من الزمان وضعت هذا المبدأ. وبيضرب لنا الأمثلة من سورة القصص الآية 59، وقلنا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. فبقولنا والله إنه ربنا قبل لا يبعث في الأمم أو يهلكها يجب أن يبعث فيها رسولا، يعني يجب أن ينبهها، يقولها والله هذا حرام وهذا حلال وهذا بنفع وهذا بنفعش وهذا يجوز وهذا لا يجوز، يعني بحدد لهم بقول لهم والله هاي الجريمة وهي عقوبتها قبل لا يقوم بإهلاكها. بيجي بدليل آخر بسورة الإسراء الآية 15، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني ما بيعذب ربنا أي أمة إلا أن يبعث فيها رسول. الرسول بيقول لهم إيش الجريمة، إيش الحلال وإيش الحرام، وإيش اللي يعتبر جريمة ولا يجوز الاقتراب منه، وإيش العقوبة بتاعتها. بيجي في آية أخرى بيقولنا والله بيقول عز الله يعني ربنا عز وجل لئلا يقول للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بحيث إنه بيبعث الرسل وبعديها بيقول لهم إيش الحلال والحرام، بعد ما وضح لهم الحلال والحرام بيقيم عليهم الحجة، بيقول لهم والله أنا بعثت لكم رسول وقلت لكم إيش الحلال والحرام وأنتم عارضتوا، وبالتالي بيستحقوا اللي هو العقوبة. فهذه الآيات كلها هي بتأكد على شغلة مهمة، وهي مبدأ المشروعية اللي إحنا بعد 12,000 سنة، بعد 15 قرن من الزمان جينا وضعنا هذا المبدأ، وهو فعليا وعلى أرض الواقع موجود في قرآننا الكريم من آلاف السنين. وبوضح لنا اللي هو أصل الآيات وما يتعلق فيها، إنه من زمان موجودة هذا القاعدة مبدأ الشرعية. بنيجي للخاصية الثانية اللي هي خاصية إيش؟ الخاصية الدولية. هذه الخاصية الدولية إنه الجريمة يجب أن تكون دولية. وأنا بيطرح لنا موضوعين، بقولنا والله يجب إنه هو أن ننتبه إلى موضوعين. الموضوع الأول إنه عدم الخلط بين القواعد الخاصة به القانون الجنائي الدولي والقواعد الخاصة به القانون الدولي الخاص. القانون الجنائي الدولي بيتعلق في مين؟ في الدول، عفواً. بيتعلق به الدول والأشخاص في مسائل تتعلق بالجريمة الدولية. أما القانون الدولي الخاص بيتعلق في مسائل إجرائية لكل نزاع، مثل مسألة الجنسية، مثل مسألة المواطنة، مثل مسألة الجنسية والمواطنة، في كمان مسألة الجنسية والمواطنة، يعني خلينا احنا على اثنين هذه هذول. لقيت الجنسية، مين بحدد جنسية كل دولة؟ مين بحددها؟ يعني لو اجى والله في عنا شخص مولود مثلا في بريطانيا ولكن من اصل فلسطيني وامه مثلا فرنسية، ومولود في بريطانيا وامه فرنسية وابوه فلسطيني، شايف كيف؟ مين بده يحدد جنسية هذا الولد؟ بيجي القانون الدولي الخاص هو اللي بحدد جنسية هذا الدولة الولد، يعني الطفل. كيف؟ لأنه القانون الدولي الخاص هو يتعل يعني مو يعني يعالج مواضيع تنازع القوانين الوطنية للدول، وما بيتصل بتجريم الأفعال اللي هو الدولية، وإنما مهمة القانون الدولي الخاص اللي هو معالجة مواضيع تنازع القوانين الوطنية وتنظيم الإجراءات حسب كل موضوع كل نزاع. يعني بحيث لو كان الموضوع بيتعلق بالجنسية هو بده يحلها، لو كان الموضوع بيتعلق بالمواطنة وحقوق المواطن بده يحددها مين؟ اللي هو القانون الدولي الخاص. أما القانون الجنائي الدولي بيتعلق بإيه؟ بتجريم الأفعال التي تعد جرائم دولية. القانون الجنائي الدولي بيتعلق بإيش؟ بالجوانب الشكلية والموضوعية الخاصة إيش؟ بالجريمة الدولية، وبيقوم بتحديد العقوبات والجزاءات المحددة لها. النقطة الثانية بقول يعني يجب الانتباه بعدم الخلط بين قواعد القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي، بحيث أن القانون الدولي بينظم العلاقات بين مين؟ الدول وبس،
العلاقات بين الدول طبعا والمنظمات، ما بيدخل في تفاصيل والجرائم، ما بيتعلق موضوع الجرائم. القانون الجنائي الدولي موضوع بيتعلق بالدول والأفراد، وبيتعلق بالجرائم الدولية، وبيتعلق بجزاء كل فرد من الأفراد بيقوم بارتكاب بجريمة دولية. هل القانون الجنائي الدولي بيتصل بمين؟ هذا يتصل بالأفراد، وهذا يتصل بالدول. هذا يتصل بمين؟ بالأفراد، وهذا يتصل بمين؟ بالدول. واضح الأمر؟ طيب اثنين، وقلنا والله بعد أن عرفنا أن القانون الجنائي الدولي ولا بعد ما عرفنا اللي هو العناصر الأساسية للقانون الجنائي الدولي، بدنا نتعرف إيه على أهداف القانون الجنائي الدولي. طيب نتعرف عليهم سريعا. قلنا والله أهداف القانون الجنائي الدولي بأنه يقوم بالحفاظ على استقرار الأمن الدولي وعدم وجود أي منازعة دولية، ويمنع وجود أي جرائم دولية مثل الإبادة الجماعية التي تستهدف إنهاء نسل طائفة معينة، مثل ما حدث في الصرب ضد المسلمين في البوسنة والهرسك. وإجا بيعرف لنا اللي هو جريمة الإبادة الجماعية إيش تعريفها، هذا تعريف مهم ويجب أن نكون تحفظوه. بيجي بيعرفنا بقولنا والله الإبادة الجماعية هي أي فعل من الأفعال التالية والتي يرتكبها بقصد إهلاك، التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا. يعني أي فعل من الأفعال اللي قلت راح نحكيها واللي بيترتب عليها إهلاك جماعة قومية إثنية أو عرقية أو دينية، إهلاكا يا إما بهلكهم جزئيا يا إما كليا. طب إيش هذه الأفعال؟ أول فعل من الأفعال هي قتل أفراد الجماعة كليتهم. اثنين، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، يعني بيجي بعذبهم. ثلاثة، إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكهم فعلي، يعني بعيشهم في مناطق مثلا عند الوادي عند المجاري ولا بطعم بهم ولا بشربهم. هذه ثلاثة. أربعة، فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب، يعني بحط مثلا يعني الجماعة معينة بحطها في منطقة وبيمنعهم من إنجاب أي أفراد نهائيا. خمسة، نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى، يعني بياخد أطفال مجموعة معينة وبنقلهم أماكن أخرى، هذه بنسميها جريمة إبادة جماعية. ومن قبيل الجرائم اللي بيستهدف القانون الدولي اللي هو منعها من أجل الحفاظ على قواعد اللي هو الحرب، مثل جرائم ضد الإنسانية والتي تستهدف باستبعاد مناطق سكانية معينة عن اللي هو أرضهم الأصلية، مثل ما حدث مع فلسطين وكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي أخرج الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة. وبهذه الانتهاكات بقولنا والله إنه تم وضع جزاء محدد وواضح لهذه الأفعال الجسيمة وهذه الجرائم الجسيمة التي يتم ارتكابها. وإجت المحكمة الجنائية الدولية لتقوم بمحاكمة هذه الجرائم. بطبيعة الحال الجرائم راح نتعرف عليها بشكل موسع. عندنا جرائم القانون الجنائي الدولي في عندنا أربعة: جريمة اللي هو الحرب، جريمة الإبادة الجماعية، جريمة ضد الإنسانية، وجريمة العدوان. وإن شاء الله المحاضرة القادمة بنتحدث عن مصادر القانون الجنائي الدولي. هيك يعطيكم ألف عافية.